بونجور زو سانت الموند، ميزان يزا بوني، ان شاء الله تكونوا كاع بيان. فرناس فلوكس فيديو جديد هنا، اول مرة تشاهد قناة فرناس فلوكس، مرحبا بك، سوف تستفيد كثيرا. قناة مختصة في كل انواع الهجرة. اذا فيديو اليوم ساشرح لكم برنامج جديد اطلقته الحكومة الكندية، وهنا بدون خبرة وايضا بدون شرط العمر، بدون سن محدد، وأيضا سوف تهاجر إلى كندا عن طريق هذا البرنامج أنت وعائلتك، وسوف تحصلون جميعا على الإقامة الدائمة في كندا والتقديم هنا لجميع الدول. إذن مشاهدة كاملة للفيديو، سأشرح لكم تعريف هذا البرنامج، مميزات هذا البرنامج، شروط هذا البرنامج، وفي الأخير سأشرح لكم طريقة التقديم لهذا البرنامج دائما في الموقع الرسمي للحكومة الكندية. هنا البرنامج من الموقع الرسمي للحكومة الكندية. لدينا هنا اسم هذا البرنامج هو Permis de travail pour le programme mobilité francophone. هذه هي الصفحة الرسمية لهذا البرنامج. سأترك لكم رابط البرنامج مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. أقدم لكم الصفحة وسأشرح لكم هذا الموضوع بالتفصيل الكامل، مميزات هذا البرنامج، شروط البرنامج، وطريقة التقديم لهذا البرنامج. ابقوا في المتابعة. أولا تعريف هذا البرنامج موبيتي فرانكوفون، هو برنامج تجريبي صالح لمدة عامين كما تشاهدون من الموقع الرسمي للحكومة الكندية، وأيضا عن طريق هذا البرنامج سوف تحصل على تصريح عمل لدخول كندا مباشرة والحصول على الإقامة الدائمة. مميزات هذا البرنامج، أولا سيتم إعفاء أرباب العمل الكنديين من شرط الليمية، وهذا ابتداء من 15 جوان 2023. هنا لدينا المهن المطلوبة في هذا البرنامج، الفئة الرابعة والفئة الخامسة. هنا سوف ندخل إلى هذا الموقع لتصفح هذه المهن، نضغط على النوك نظام التصنيف المهني الفير لمعرفة هذه المهن المطلوبة، نضغط هنا. لدينا هنا الفير الفئة الرابعة، هنا المهن التي تتطلب بشكل عام شهادة الثانوية العامة أو عدة أسابيع من التدريب أثناء العمل. هنا قدموا لنا مثال على الوظائف، مقدم رعاية الأطفال المنزلية، مندوب مبيعات التجزئة ومصمم الديكور كمثال. لدينا هنا وظائف تصنيف الفير خمسة، تطلب المهن عموما مظاهرة عمل قصيرة الأجل ولا تتطلب تعليما، هنا كما تشاهدون بدون أي مستوى تعليمي. هنا قدموا لنا مثال عمال تنسيق الحدائق وعمال صيانة الأراضي، سائقي خدمات التوصيل والموزعون من الباب إلى الباب. أيضا ميزة أخرى لهذا البرنامج، إمكانية اصطحاب عائلتك معك. يشرحون ذلك هنا كما تشاهدون، إذا أراد زوجك أو شريكك في القانون العام أو أطفالك المعادين العمل في كندا فيجوز لهم التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل مفتوح. إذن هنا الزوجة والأطفال الخاص بمقدم الطلب سوف يتحصلون على تصريح عمل مفتوح. هنا يمكن للأطفال الذين تعاولهم أيضا الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة أثناء عملك في كندا، هنا أيضا الأطفال يمكنهم الدراسة. لدينا ميزة أخرى لهذا البرنامج، يمكنكم التقديم بدون شرط السن، أي شخص لديه من 18 سنة فما فوق يمكنه التقديم لهذا البرنامج. هنا شروط التقديم لهذا البرنامج، لدينا الشرط الأول، يجب العيش والعمل في كل مقاطعات كندا إلا مقاطعة كيبك. إذن هنا عن طريق هذا البرنامج يمكنك الهجرة والعمل في كل مقاطعات كندا باستثناء مقاطعة كيبك. الشرط الثاني، يجب الحصول على عقد عمل من أجل التقديم إلى هذا البرنامج موبيتي فرانكوفون. هنا في هذا البرنامج سهلوا عليكم الأمر، أولا بحذف شرط الليمية لأصحاب أو أرباب العمل الكنديين، هنا يمكنهم توظيف أي عامل من خارج كندا دون استشارة الحكومة الكندية وبدون البحث عن عامل داخل كندا. وهنا أيضا قاموا بوضع بعض المواقع من أجل التقديم مباشرة للحصول على
عقد عمل أو عرض عمل. هذه هي المواقع. لدينا هنا مبادرة المجتمعات الفرنكوفونية، سنضغط هنا ترحب بمبادرة المجتمعات الفرنكوفونية، حقق مشروعك حياتك في مجتمع ناطق بالفرنسية في كندا. يذهب 14 مجتمعا فرنكوفيا مرحبا الى ابعد الحدود لتقديم خدمات للوافدين الجدد الناطقين بالفرنسيه ومساعدتهم على الاستقرار وتحقيق مشروع حياتهم الجديد في كندا. اكتشف ما يجب ان تقدمه على هذه المجتمعات 14 واعثر على المجتمع الذي يناسب احتياجاتك. اذا هذه هي المجتمعات كما تشاهدون. لدينا منطقه ايفانجلين جزيره الامير ادوارد، لدينا استيكلوندا الجديدة، لدينا هنا منطقة أوت سان جان برونسويك الجديد، لدينا هنا لابرادور سيتي، لدينا هنا هوكسبيري سوديبيري هاميلتون منطقة نهر السين الموس كما تشاهدون. هذه هي المناطق والمجتمعات 14. هنا يمكنكم التواصل مع المجتمعات وسوف يساعدكم في الحصول على عقد عمل. مثلا سوف نضغط على هذه المنطقة إيفانجلين بجزيرة الأمير إدوارد، سأشرح لكم طريقة التواصل معهم. هنا لمحة تعريفية على هذه المنطقة. هنا يمكنكم التواصل مباشرة مع هذه المنطقة لتساعدكم في الحصول على عقد عمل. بالضغط فقط على هذه الخانة اكتب الى المجتمع. هنا اذا سوف تقومون بارسال السيرة الذاتية، هنا سيرة ذاتية بالمواصفات الكندية فرنسية. هنا سأترك لكم رابط فيديو شرحت فيه كيفية انشاء السيرة الذاتية الفرنسية بالمواصفات الكندية، تجدون الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. اذا هنا سوف تقومون بارسال السيرة الذاتية مباشرة الى ايميل هذه المنطقة. نبجي هنا الموضوع، تكتبون بأنكم تبحثون على عقد عمل وسوف تساعدكم هذه المنطقة في إيجاد لكم عن عقد عمل من أجل التقديم بواسطته إلى هذا البرنامج، وتضغطون على أنفوي الإرسال وتنتظرون الرد من طرف هذه المنطقة. هنا أيضا يمكنكم العثور على وظائف مباشرة بالضغط على هذه الخانة، العثور على وظائف، لديها أيضا موقع خاص بها. هذه هي الوظائف كما تشاهدون، يمكنكم التقديم إليها مباشرة فقط باستعمال السيرة الذاتية الفرنسية بالمواصفات الكندية، وكلها تابعة لبرنامج اليوم. هذا البرنامج سهل الأمر فيما يخص الحصول على عقد عمل أو عرض عمل نفس الشيء، عن طريق فقط التواصل مع هذه المناطق أو المجتمعات كما تشاهدون، وستكون هناك فرصة كبيرة جدا لحصولكم على عقد عمل. فقط يجب التواصل مع جميع هذه المناطق والمجتمعات لزيادة الفرص والحظوظ للحصول على عقد عمل. هنا سأترك لكم رابط هذه المناطق والمجتمعات مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. لدينا أيضا وسيلة أخرى في هذا البرنامج من أجل الحصول على عقد عمل، وهي منتدى التنقل في الوجهة كندا، البحث عن أصحاب العمل والوظائف الشائرة، اكتشف المجتمعات الناطقة بالفرنسية خارج كيبك، سنضغط هنا. هنا أيضا عن طريق ديستيناسيون كندا، منتدى التنقل في الوجهة لكندا، يمكنكم أيضا التقديم إلى هذه الأحداث القادمة الوجهة كندا للحصول على عقد عمل في التواريخ المحددة. وعند حصولكم على عقد عمل يمكنكم أيضا التقديم إلى برنامج اليوم. إذن هذه طريقة أخرى من أجل الحصول على عقد عمل، وهذه الوسيلة تابعة لبرنامج اليوم. أيضا يجب اجتياز اختبار اللغة الفرنسية، مثلا إذا تقدمت في 15 جوان 2023 أو بعد هذا التاريخ، هنا يجب الحصول على المستوى الخامس، وهذا مستوى بسيط وسهل، أي شخص يمكنه الحصول على
هذا المشتبه فيما يخص اختبار اللغة الفرنسية. هنا سأشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم. هنا نفترض أنك حققت جميع شروط هذا البرنامج، تحصلت على عقد عمل من طرف منطقة المجتمعات الفرنكوفونية أو من المواقع التوظيف التابعة للحكومة الكندية كما شرحت لكم سابقا، وأيضا قمت باجتياز اختبار اللغة الفرنسية وتحصلت على المستوى الخامس. هنا لدينا الخطوة الأولى سوف يقوم بها صاحب العمل الكندي. هنا سوف يقوم بتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لك. هنا سوف يقوم بتقديم عرض العمل أو عقد العمل إلى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية. هنا دائما تحت اسم أو شعار برنامج مبيتي فرانكوفون وبدون شرط الليمية. هنا سوف يقوم بدفع الرسوم المتمثلة في 230 دولار لدراسة الطلب الخاص بك. هنا سيتم تزويدك برقم عرض العمل، هذا الرقم مكون من 7 أرقام مطلوب لتطبيقك. لديك يأتي الدور الخاص بك. لدينا هنا سوف تقوم بالتقديم. لدينا الخطوة الأولى، تأكد من أن لديك كل ما تحتاجه للتقدم عبر الأنترنت. سوف تحتاج إلى هنا المستندات التي سوف يطلبونها منكم، أيضا سوف تحتاج إلى بطاقة انتماء أو خصم صالحة مثلا ماستر كارت فيزا كارت. ستتم دفع بعض الرسوم. لدينا الخطوة الثانية، قم بإنشاء حسابك عبر الأنترنت أو تسجيل الدخول. يجب أن يكون لديك حساب من أجل التقديم عبر الأنترنت. هنا سوف تقوم بإنشاء حساب أن كونت في موقع برنامج اليوم. هنا سوف تستخدم هذا الحساب من أجل إرسال استمارات الطلب الخاصة بك، أيضا يمكنك التحقق من حالة طلبك. إذن في هذه الخانة تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب سوف تدخل إليها وتقوم بإنشاء حساب خاص بك في موقع برنامج اليوم. بعد ذلك كيف تبدأ التطبيق الخاص بك؟ سوف تملأ الابليكيشن. هنا بمجرد تسجيل الدخول يجب عليك اتباع الخطوات التالية. هنا يشرحون لكم جميع الخطوات التي سوف تقومونها بملء الطلب الابليكيشن الخاص بهذا البرنامج. لدينا هنا الخطوة الثالثة، احصل على قائمة مراجعة المستندات الخاصة بك. هنا تحتاج إلى الإجابة على بعض الأسئلة لإنشاء قائمة تحقيق مخصصة للمستند. سوف تجيب على مجموعة من الأسئلة في الخطوة الثالثة. لدينا هنا الخطوة الرابعة، سوف تكمل الاستمارات. يجب عليك قراءة دليل التعليمات قبل إكمال النموذج. يشرح هذا الدليل كيفية إكمال كل مجال من مجالات طلب تصريح العمل. لدينا هنا الخطوة الخامسة، قم بتحميل المستندات الخاصة بك. ستخبرك قائمة مراجعة المستندات الخاصة بمعظم المستندات التي تحتاج إلى تحميلها. ستتمكن أيضا من تحميل مستندات أخرى ضمن معلومات العميل. هنا يوجد حق لمعلومات العميل واحد فقط. قد تحتاج إلى تجميع مستندات متعددة في ملف واحد وتحميلها معا. هنا إليك كيفية تحميل المستندات المتعددة في حقل واحد. هنا سوف تدخلون إلى هذا الرابط وسوف تجدون شرح كامل في كيفية تحميل كل المستندات والوثائق المطلوبة لهذا البرنامج في حقل واحد أو في PDF واحد. الخطوة السادسة، ادفع الرسوم وقدم طلبك. معالجة تصريح العمل، جمع البيانات البيومترية، وهنا سوف تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة. لدينا هنا الخطوات القادمة بعد تقديم الطلب، هنا يشرحون الخطوات كما تشاهدون. إذن هذه هي طريقة التقديم لبرنامج اليوم، شرح كامل ملخصة كما تشاهدون في الموقع الرسمي لهذا البرنامج. هنا سوف يقومون بدراسة الطلب الخاص بك. مثلا في حالة القبول سوف تتحصل على تصريح عمل.
إقامة مؤقتة لدخول كندا مدتها 2 سنين، وبعد ذلك سوف تحصل على الإقامة الدائمة مباشرة في كندا. هنا يمكنك أيضا اصطحاب العائلة والأطفال، وسوف تعيش وتعمل في كل مقاطعات كندا ما عدا كيبك. أتمنى أنكم استفدتم من شرح موضوع فيديو اليوم. فرصة ممتازة جدا للهجرة إلى كندا عن طريق هذا البرنامج الجديد. أخواتي ما تنساوش ديرونا لايك جام لا فيديو هذه، نشر الفيديو في أوسع نطاق ليستفيد الجميع من هذا الموضوع. أول مرة تشاهد قناة فيرنس فلوكس، مرحبا بك، اشترك في القناة سوف تستفيد كثيرا من الفيديوهات والمعلومات التي أنشرها في القناة. إذا شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع.